ونحن نقترب من ذكرى استقلال بلادنا الذكرى 67. نحيي في هذا اليوم الرعيل الأول الذين أهدونا هذا الاستقلال بكل خطواته. النضال المستمر منذ ثورة 1924 ومروراً بمؤتمر الخريجين والحركة الوطنية إلى أن نال السودان استقلاله، ومرت بنا ذكرى 19 ديسمبر إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وذكرى ثورة ديسمبر المجيدة. نحيي عبر هذا اللقاء جموع السودانيين في مواقعهم المختلفة، وتحية خاصة لمواطني ولاية الخرطوم الذين أجلس في هذا الموقع لأتحدث عن همومهم وعما يحتاجونه في المستقبل. أحيي كل الحضور وأقول أننا باحتفالنا واحتفالنا بذكرى الاستقلال خلال هذه الفترة أنجزت الحكومات الوطنية الكثير، ولكن في تقديري فاتنا الكثير وينتظرنا الكثير. نحتاج إلى جهد أكبر في أن نجعل من هذا السودان البلد الحبيب في مصاف الدول. يتحسر المرء حينما نرى أن السودان يتعثر في كثير جدا من جوانب الحياة، ولكن بعزيمة السودانيين وبتضحياتهم فالسودان قادر على أن يتجاوز كل هذه الظروف الاستثنائية، يأخذ مكانه الطبيعي الريادي. وأنا أحيي كل القادة السودانيين، وأحيي المجهودات الكبيرة التي تبذل هنا وهناك لاستقرار السودان، والتي كان آخرها الاتفاق الإطاري الذي نتمنى ونسأل الله أن يكون اتفاقا نهائيا حتى تنعم هذه البلاد للتنمية بالاستقرار، ومن ثم نعمل جميعا على تنمية وتطوير هذا البلد الحبيب. أحييكم وأشكر الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة لنتحدث إلى قادة الرأي، الإخوة في الأجهزة الإعلامية المختلفة. وفي تقديري فقد درجت على استغلال مثل هذه الفرص، لا أقول للتحدث إلى المواطنين أو قادة الرأي، لكن أقول لنشركهم في هموم هذه الولاية، هذه الولاية التي كلفت في أول مارس من هذا العام لإدارة شأن هذه الولاية، وكانت فترة 45 يوم التي كلفت فيها في أواخر أكتوبر 2021 كانت كافية لتلمس ومعرفة قضايا هذه الولاية بصورة أكثر وأوضح، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي أعقبت الثورة وخلقت مناخاً يختلف تماماً عما كان يعيشه السودانيون. هذا المناخ صاحبته الكثير من الإفرازات والتداعيات التي عقدت من قيامنا بدورنا على الوجه الأكمل. فلذلك كلما سنحت لنا فرصة
نطلع الناس على ما نقوم به وعلى احتياجات مواطن ولاية الخرطوم واحتياجاتها كعاصمة للبلاد. نحن بعد تسلمنا لمهامنا وجدنا قضايا كثيرة، ولذلك حاولنا التركيز على قضايا أساسية. كانت القضية الأولى هي قضية الأمن، أمن مواطن ولاية الخرطوم، حيث كانت هذه القضية هي القضية التي تؤرق الناس. كان الناس يتحدثون عن الهشاشة الأمنية، يتحدثون عن عدم الإحساس بالطمأنينة، يتحدثون عن العصابات المتفلتة، يتحدثون عن الكثير جدا من الظواهر التي تشير إلى فقدان هيبة الدولة وإلى عدم الاستقرار. فلذلك كان همنا الأساسي هو بسط الأمن، وهذا بسلسلة من الإجراءات. فالأمن يبدأ بالأمن الوقائي وتجفيف منابع الجريمة، ثم التعاطي مع الأحداث التي تحدث. فلذلك ولتعقيدات الوضع قررنا في لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية، وأنا أحيي مكونات هذه اللجنة، قررنا العمل في كل هذه المحاور التي تحقق الأمن في وقت واحد: العمل الوقائي، عمل الرصد، التعاطي مع مواقع الهشاشة، التعاطي مع الأحداث الكبيرة التي تحدث. وكان هذا الأمر بتنسيق مع الحكومة الاتحادية ممثلة في اللجنة الأمنية العليا التي تضم كافة القوات التي يهمها أو معنية بمختلف القضايا التي تحقق الأمر. فلذلك تم تبني خطة عاجلة وتم الترتيب والإعداد لها ونفذت بمهنية عالية وبإسناد قوي من كافة شركاء العملية الأمنية، وأدت تلك العمليات إلى تحقيق نوع من الاستقرار ولدرجة كبيرة من الطمأنينة. ولكن ما زالت هذه العملية مستمرة وتحتاج للإسناد القوي من كافة المعنيين وكافة الشركاء. كانت واحدة من أكثر القضايا التي تؤرقنا في هذا الملف الأمني هي قضية الوجود الأجنبي في السودان، وهذا الملف ملف مهم وكبير، ولكن يهم بالدرجة الأولى سياسات الحكومة الاتحادية تجاه هذا الملف. فالتعاطي مع هذا الوجود يخضع لتقديرات حكومتنا الاتحادية، لأنه يرتبط بعلاقاتها الدولية وعلاقات الجوار والتزام الدولة بالمواثيق الدولية. وكنا نطالب كولاية أن يتم الفصل بين الوجود الأجنبي غير المنظم والمرتب، وأعني اللجوء، وبين
الوجود الأجنبي المقنن المعروف الذي يخضع للقوانين. فلذلك قضية الوجود الأجنبي يشكو كثير جدا من الناس، وتقاريرنا اليومية للحالة الجنائية في ولاية الخرطوم نجد الكثير جدا من البلاغات يوجد فيها أطراف أجانب. فلذلك لدينا تنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة مجلس الوزراء، ورفعت مذكرات والأجهزة المختصة حول رؤيتنا كولاية لهذا الوجود، وأقرت لجنتنا في تنسيق شؤون أمن الولاية أن لا نترك الأمر على الحكومة الاتحادية، فلا بد من أن تمارس حكومة ولاية الخرطوم ممثلة في وزاراتها ومحلياتها أن تمارس سلطاتها في ما يمكن وما يتيح لها القانون في التعامل مع الوجود الأجنبي، خاصة فيما يتعلق ب عندما يرتكب الأجنبي جريمة أو يهدد السلام العامة أو تكون مواقع للوجود الأجنبي أماكن لصناعة الخمور وممارسة كافة أنواع الجرائم، هنا تتدخل الولاية بتنفيذ القانون، أو حينما يتعامل الأجنبي في الأنشطة التجارية أو الصحية أو الأشياء المختلفة. لذلك رأينا ووجهنا أجهزتنا التعامل وفق القانون في هذه الحالات. مسألة دخول الأجانب وتواجدهم في أنحاء الولاية يترك للسياسة القومية التي تقرها الحكومة الاتحادية وفق ما ذكرت من علاقات وبروتوكولات. فلذلك كانت هذه القضية هي أساسية في التعاطي مع أمن المواطنين، وإن شاء الله وزارة الداخلية والأجهزة المختصة أعدت مذكرات، ونحن ناشدنا المفوضية القومية ومفوضية اللاجئين ومفوضيات العمل الإنساني أن تقوم بواجبها في هذا الجانب، حيث لا يقبل أن يتواجد أجانب في أماكن تقاطعات المرور أو في أي موقع ويشكل ظاهرة قد تحسب على هذا الشعب الأبي الطيب. فموضوع الأمن لأهميته جعلناه في مقدمة أولويات حكومة ولاية الخرطوم طيلة الفترة الماضية، وحتى نحقق أمنا مستداما وضعنا خطة تتعلق ببسط الأمن وتكثيف العمل الوقائي بزيادة عدد أقسام الشرطة ودورياتها والارتكازات الليلية والتفتيش في المواقع المحددة التي تكون منافذ ومعابر لهذه الولاية، بالإضافة إلى الأسواق الكبيرة التي تم افتتاحها والمنافذ في مواقع مختلفة من الولاية، عسى ولعل توفر وتساعد في أن يحصل المواطن على الأقل السلع الأساسية الضرورية بسعر يكون أقل من السوق. الأسعار التي باع بها المنتجون للمواطنين في الأسبوع الماضي كانت تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% مما هو موجود في السوق، فكثير جدا من السلع
في مسيرتها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك تمر عبر وسائط، وبالتالي تحصل فيها إضافات وأرباح، وهي التي تضاعف وتزيد في أسعار السلع الأساسية. في هذا المجال، مجال تخفيف أعباء المعيشة على الناس، ذهبنا في اتجاه نعتقد أنه فيه الحل، وهو نشر وإعادة تكوين الجمعيات التعاونية. بالتجربة، الجمعيات التعاونية والتعاون معروف ووسيلة من وسائل إسناد الشرائح الضعيفة في كل الدول، والتعاون في السودان له تجربة راسخة وتجربة قديمة. تعاون الحي فيه مساهمين، كل أهل الحي مساهمين بأسهم، عندهم منفذ تجمع الأسهم زائد ما تقدم لهم الدولة من إسناد، وتخصص السلع عبر الجمعيات التعاونية. أقول لكم أننا الآن بعض الجمعيات التعاونية في ولاية الخرطوم سلمناها الغاز. أي حي استلم الغاز عبر الجمعيات التعاونية الآن مستقر. أي جمعية تعاونية استلمت سلع، كونت الجمعية، تكونت وبدت في برامجها، الآن في استقرار في الحي المعني. تخفيف أعباء المعيشة أيضا بذلت فيه حكومة ما بعد الثورة مجهودات، حيث تبنت مشروع ثمرات. مشروع ثمرات كان واحدا من المشروعات الكبيرة لإسناد الشرائح الضعيفة حتى تستطيع أن توفر القوت، وكذلك برنامج سلعتي. هذا المشروع أيضا كان من المشروعات المهمة جدا، وإن كان قد تعثرت لأسباب، الآن يجري العمل على معالجتها. برنامج سلعتي كان يختلف عن مشروع ثمرات. مشروع ثمرات كان إسناد مباشر للمواطنين، ولكن مشروع سلعتي أيضا كان العامل الأساسي فيه هو الجوانب المتعلقة بالجمعيات التعاونية أو العمل مع اللجان الأحياء في التواصل مع المؤسسة التعاونية القومية، حتى يحصل المواطن على مجموعة سلع ويسدد رسوم ويستلم هذه السلع عبر المؤسسة وهي بسعر المصنع. ولكن أيضا تعثر هذا المشروع. نحن في لجنة تخفيف أعباء المعيشة في ولاية الخرطوم التي تعمل في صمت موجودة الآن، جعلت واحد من العوامل الأساسية التي نقدمها في تخفيف أعباء المعيشة هي نفض الغبار ومواصلة هذا البرنامج، برنامج سلعتي، والآن قطعت شوط كبير في هذا الجانب. تخفيف أعباء المعيشة يرتبط بقضايا كثيرة غير الإنتاج وتعظيم الإنتاج وفتح المنافس، يرتبط أيضا بدعم الشرائح الضعيفة عبر المنافس المختلفة والمؤسسات المختلفة. كان هناك الدعم المباشر الذي أشرنا إليه، وهو برنامج ثمرات، وأيضا هذا يحتاج إلى تحريك مع الحكومة الاتحادية والجهات التي مولت هذا المشروع. وكذلك رأينا أن نبحث في سبيل تخفيف أعباء المعيشة عن الجهات التي تدعم مشروعات كبيرة مثل التأمين الصحي. التأمين الصحي هو لا يدخل فقط في جانب توفير العلاج، ولكن أيضا يدخل في تخفيف أعباء المعيشة، لأنه يرتبط بالعلاج، والعلاج واحد من الأشياء الضرورية. وفي هذا الجانب تواصلنا وعقدنا اجتماعات لمراجعة وضع التأمين الصحي في الولاية،
ويمكن التفصيل فيه عندما نتكلم عن خدمة العلاج. واحدة من الأشياء الأساسية لدعم الشرائح الضعيفة وتخفيف أعباء المعيشة هي مشروعات ديوان الزكاة. واليوم في الصباح كنا في اجتماع مجلس أمناء الزكاة. مجلس أمناء الزكاة مجلس اتحادي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وفيه أعضاء من كل الجهات المعنية. نحن هناك أشياء كانت مقدمة عبر ديوان الزكاة ولكنها توقفت في الفترة الأخيرة، من بينها هو الدعم المباشر الذي يصل بعد الشرائح الضعيفة، وكذلك المؤن والأشياء التي كانت تذهب للخلاوة والمجمعات وهكذا. جلسنا اليوم في مجلس الأمناء تحدثنا عن ازدياد عدد سكان ولاية الخرطوم، اتساع دائرة الفقر، ازدياد نسبة الفقر، و الازدياد المستمر للشرائح الضعيفة التي أصبحت تحتاج إلى دعم. وإن شاء الله في سياسات الديوان وسياسات ديوان الولاية توسعت مظلة إسناد الشرائح الضعيفة. هذا الموضوع يدخل في تخفيف أعباء المعيشة على الناس. كلكم تعلمون أن ولاية الخرطوم من خلال نتائج امتحانات الشهادة السودانية قد حققت نسب عالية وحققت استقرار في العام الدراسي بنسبة كبيرة. واليوم كنا في منطقة الحاج يوسف الصباح في منطقة شرق النيل، دشنا بداية الدورة المدرسية 39 في ولاية الخرطوم. هذه الدورة جاءت بعد استئناف الدراسة وبداية العام الدراسي في يوم 2 أكتوبر الماضي. بدأنا العام الدراسي، وفي ذلك اليوم ناشدنا كل العاملين في هذا المجال أن نسعى جميعاً لاستقرار العام الدراسي. أنا أنتهز هذه السانحة لأحيي المعلمين على امتداد قطرنا الحبيب، وحي المعلمين في ولاية الخرطوم الذين يقومون بدور كبير جدا في استقرار العملية التعليمية والتربوية. وأيضا اليوم ناشدنا الإخوة المعلمين أن لهم قضايا أساسية وقضايا تتعلق بتحسين شروط الخدمة، و نحن مع تحسين شروط خدمة العاملين في الدولة كلهم والمعلمين بصفة خاصة، لأن تكلفة المعيشة التي تحدثنا عنها لا يستطيع الموظف أيا كان درجته حتى لو كان في القطاعات الخاصة في أعلى سلم الوظائف في الدولة، لا يكفي تكفي مخصصاته النفقات. ولذلك مطالب مشروعة جدا من العاملين في الدولة لتحسين أوضاعهم الوظيفية وتأمين استحقاقاتهم غير المرتبات، سواء كان علاوات، مكافآت، حوافز. وهذا شأن فيه جزء كبير يخص سياسة الأجور الاتحادية. ولذلك الآن هذا الأمر لدى لجنة شكلت مؤخرا لمراجعة قضايا المعلمين وهيكل الأجور والكادر المفتوح وهذه القضايا. خلال اليوم أنا ناشدت الإخوة المعلمين مع تأمين التام على حقوقهم والسعي معهم في الحصول عليها، ناشدناهم أن يساعدونا في استقرار العام الدراسي. الطلاب أبناؤنا جميعاً، نحتاج إلى استقرار العام الدراسي. الإضرابات نوع من أنواع التعبير المقفول جدا للناس، لكن
في قطاع التعليم نحتاج لوقفات. الآن كثير جدا من الأسر ترسل الأبناء إلى المدارس والعام الدراسي مستمر ومستقر، ولذلك أنا أنتهي هذه السانحة أيضا لأؤكد وقوفنا مع المعلمين في الحصول على حقوقهم، وفي نفس الوقت أقول لهم دعونا في هذه الذكرى ذكرى الاستغلال أن نخدم هذا الشعب، وأنتم تسدون ثغرة كبيرة، فنستأنف ونجتهد جميعا في استغلال العام الدراسي. أنا أناشدهم عبر هذه السانحة أن تتضافر جهودنا لاستقرار العملية التعليمية والتربوية. خدمة التعليم واقعة في ولاية الخرطوم فيه بعض الاحتياجات الضرورية. صحيح العملية التعليمية والتربوية مدرسة وكتاب ومعلم. المدرسة تحتاج إلى تأهيل للفصول، تحتاج إلى تأهيل للبيئة المدرسية، تحتاج إلى الإجلاس، تحتاج إلى الإنارة، تحتاج إلى التكييف، تحتاج المدرسة لميدان المناشط، تحتاج المدرسة لأشياء كثيرة جدا، وهذا ما نعمل له عبر محلياتنا ووزارة التربية في تهيئة بيئة التعليم، بيئة ممتازة في التعليم. لذلك خلال هذا العام نفذت الكثير جدا من المدارس. نحن وجدنا بعض طلاب مدارس ولاية الخرطوم يتلقون التعليم في ولايات أخرى. هذه الحادثة أشرنا لها كثيرا. ذهبنا إلى منطقة تسمى السادة في شمال ريف بحري، وجدنا القرية لا مدرسة فيها، وسألنا الأبناء أين تدرسون؟ قالوا ندرس في المسيكتاب على بعد 7 كيلومترات، يذهبون بأرجلهم صباحا ويعودون مساء. ولذلك وجدنا هذا واقعا مريرا، وإن شاء الله ستفتح مدرسة قريبا في هذا الموقع. فالتعليم أركانه الأساسية المدرسة، التي لدينا خريطة كبيرة لواقع المدارس وامتدادها، وجاءتنا عودة المرحلة المتوسطة أيضا كبعد آخر يحتاج إلى مدارس إضافية، يحتاج إلى فصل كثير جدا من المدارس، يحتاج إلى كتاب جديد، يحتاج إلى أساتذة جدد، يحتاج إلى تدريب على المنهج الجديد. وهذه قضية المواعين التعليمية. أنا في هذه السانحة أيضا أحيي التعليم الخاص، أن التعليم الخاص يسد فجوة كبيرة جدا في قضية التعليم. التعليم الخاص جزء مهم، وهو يعمل بقانون، وفقط يحتاج إلى مراجعات لالتزام المدارس الخاصة بالضوابط التي تمنحها لها وزارة التربية والتعليم، حيث لا يعقل أن تكون مدرسة الفصل فيها يكون 5 متر في 4 متر، هذه غرفة عادية. فيحتاج التعليم الخاص لمراجعات في البيئة وفي الالتزام بالمعايير التي تكون مرفقة مع التصديق. فأنا حيهم. فالركن الأول والأساسي قضية المواعين اللي هي المدارس، نعمل على سد النقص الموجود فيها. المسألة المتعلقة بالكتاب المدرسي، وهذا شأن أيضا وفرت فيه الولاية كميات مقدرة من الكتب، كتب المقرر الجديد، كتب المرحلة المتوسطة، ويوجد بعض النقص حيث تتم الطباعة في مطبعة تخص وزارة التربية ولاية الخرطوم، هي مطبعة آفاق، ويتم الاستعانة بمطابع أخرى. الإجلاس أيضا واحد من القضايا الأساسية، حيث لا يعقل أن يجلس طالب في ولاية الخرطوم على الأرض أو على حجر أو على أي مقعد لا يليق. ولذلك هذا الأمر
من الأهمية بمكان، وتم توفيره بنسبة كبيرة جدا، ونسعى من خلال ذلك لاستكمال النقص في الإجلاس. تدريب المعلمين أيضا واحد من الأشياء الأساسية، وهذا ملف وزارة التربية والتعليم تعرف وتعد البرامج لتدريب المعلمين. هذه العناصر الأساسية في العملية التعليمية، ولكن كثير جدا من الأسر تشتكي عن بعض الخلل وبعض الأشياء في العملية التعليمية والتربوية، ولذلك نحن ندعو الأسر أن تكون لصيقة مع مؤسساتنا التعليمية والتربوية، وأن تساهم أيضا في إسناد أبنائها ومراجعة. لو تذكرون كان هناك إجراءات كثيرة جدا بداية هذا العام حول الرسوم المدرسية. الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية هي لا توجد رسوم مدرسية بالمعنى المعروف، حيث أعلنت الحكومة في وقت سابق مجانية التعليم، ولكن عمليا توجد بعض المساهمات، وهذا المجال يمكن أن نفصل فيه الإخوة في وزارة التربية ولاية الخرطوم. توجد مساهمات حينما تذهب لأن يلتحق ابنك أو بنتك في المدرسة، توجد بعض المساهمات من المجالس التربوية ومجالس الآباء، وإدارات المدارس تطلب مساهمات في تحسين البيئة، في تحسين الدروس الإضافية وما إلى ذلك. خدمة مهمة جدا هي خدمة الصحة. الصحة وبالتحديد الصحة العلاجية، نحن نتحدث عن شقين للصحة: صحة وقائية. الصحة الوقائية فيها أعمال صحة البيئة، من نظافة، من رش للذباب الباعوض، للاشتراطات الصحية، للبزاولو النشاط، مأكولات، مشروبات إلى آخره. وصحة علاجية تبدأ بالمراكز، منظومة المرافق الصحية التي تبدأ بالشفخانة ونقطة القيار والمركز الصحي والمستشفى العادي والمستشفى المرجعي والمستشفى التعليمي. وهذه منظومة أيضا أنا أدعو أيضا هذا المنبر لدعوة كل وزارة على حدة من وزارات ولاية الخرطوم حتى يفصلوا أكثر. ولكن الصحة يشكو الناس من العلاج، من ارتفاع التكاليف، ومن ضعف الخدمة المقدمة. هذا جانب أيضا مهم جدا. مؤسساتنا الصحية واقعة مرير، طفنا على كثير جدا من مراكز الصحية، طفنا على مستشفيات، كل هذه المستشفيات بها إشكالات حقيقية.